أظهرت صابة القوارص خاصة بولاية نابل قدرة عالية على الصمود أمام التغيرات المناخية وعلى مواجهة شح المياه، صلابة تترجمها توقعات بإنتاج وطني في حدود 350 ألف طن، حيث تفوق مساهمة ولاية نابل فيها نسبة 75%. وتشير هذه التوقعات إلى زيادة في صابة القوارص ب 25% مقارنة بالموسم الفارط وفق معطيات الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، لكنها لم تنزع المخاوف التي ما تزال قائمة بخصوص ترويج المنتوج بأسعار تناسب الفلاح وتجار القوارص. وقد مر الموسم بصعوبات كبيرة بسبب تواصل الجفاف وندرة الأمطار وتراجع مخزون السدود وفق تأكيد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، حيث تحصلت هذه المناطق على 7 ملايين متر مكعب من مياه الري مقابل معدل تجاوز 30 مليون متر مكعب في السنة الفارطة. ورغم نزول الغيث النافع الذي تزامن مع انطلاق الموسم، إلا أن منتجي القوارص يواجهون إشكاليات جديدة، منها ظهور ما يعرف بالشليدة بأشجار الكليمونتين. وقد أقر عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورئيس الاتحاد المحلي بمنزل بوزلفة بيرم حمادة أن نسبة الأضرار في صابة الكليمونتين تراوحت بين 30% و50%. ومن المنتظر بعد أيام انطلاق موسم جني صابة البرتقال المالتي، حيث ستكون في حدود 90 ألف طن بولاية نابل وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري عماد الباي. ومن المتوقع تسجيل تحسن في معدلات التصدير مقارنة بالموسم الفارط الذي لم يسجل سوى تصدير 7000 طن. ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج الوطني من البرتقال المالتي في حدود 130 ألف طن، بينما لم يتجاوز الإنتاج خلال الموسم الفارط 60 ألف طن، وهو ما يرشح لتحقيق موسم تصدير أفضل وكذلك لتوفير ثمار البرتقال بالسوق التونسية بكمية أكبر وبأسعار معقولة. ويعتبر مختلف المتداخلين في قطاع القوارص أن الإشكاليات التي يواجهها القطاع لئن باتت موسمية، إلا أنها أصبحت مرتبطة بالتغيرات المناخية أو بتواتر سنوات الجفاف، لكنها أيضا هيكلية.